حنا راك الناس راه قلبوا عليها فينا هي وما تنجيو نوصلوا ليها تلقاوها مشات رحلات لبلاصه اخرى. كلكم اليوم وصلتوا ليها حيت وصلتنا ليكسبريس ليها ليكسبريس اللي وصلتنا ليها والناس اللي الناس اللي تيعرفونا الناس اللي تيعرفونا هما اللي قالوا لنا راه اختكم ماتت. شنو السبب الخلاف؟ ما كاين لا خلاف لا والو والو ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه بيناتنا حتى حاجه ما كاينه بينا. المشكل المادي ما كاين لا ماده لا هو اللي قال لك هاد الهضره اللي قالت لك شوف اللي قال لك هاد الهضره هادي يجي تقابح معايا اللي قال لك هاد الهضره هادي ديال مشكل مادي ولا شي حاجه خونا النهار اختي عيات قلنا لها هي تهلا في اختك صافي تنجيو تنريحوا معاه كذا كذا واحد الساعه السيده هز الرحيل من تما ما بقيناش نشوفوها ما كاين حتى شي سبب حتى سبب ما كاين حتى سبب ما كاين سولوا رشيد الوالي سولوا خوه سولوا كيقول بانه كان هازها اسيدي اسيدي راه حنا حنا راه حنا حنا نهزوها على من حنا ما نهزوهاش علاش ما نهزيتوهاش باش كانت مزرعه على هو 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 خلانا نهزوها اذا هذا هو الخلاف فهمتيني على هو خلانا نهزوها راه ما خلاناش نهزوها ما كاين خلاف ما كاين لا خلاف لا والو حتى حاجه ما كاينه كنا خوت بخير هادي ما نعرف واش واش طمع واش هادي ما نعرف شنو اللي كيخليها ان يعني من من المكان المكان شوف 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 عند الله وحنا حتى حنا عندنا الله واللي طمع في شي حاجه ها هي غدا ها هو تا هو راه ساعته جايه اللي طمع في شي حاجه ها هي هي الارض اللي غادي تحملنا هي هادي واللي قال شي كذبه ولا شي حاجه راه غدا يوم القيامه غتحسب عليه فهمتيني الله يرحمها ويستر عليها فهمتيني اختنا راه عزيزه علينا راه عزيزه علينا راه خويا الكبير راه خويا راه خويا مازال عندها خوتها فهمتيني وليني هو اش كنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل ماقدرتش نقول لك خبر الوفاه ديالها بحال بحال البراني خرج هكا بحال بحال البراني انت متاكده بان عندها كريمات ما نتاكداش ما حنا عارفين ان خالتي عندها املاكها بيان سور